في حاله مو سالم مشكل دافع للحديد هو مره مره غالب هي عكسي ديناني سالم في حاله مو سالم مشكل دافع للحديد هو مره مره غالب هي عكسي ديناني بين احلام حليم وسالم من اللي صح ومن اللي ضايع بين احلام حليم وسالم من اللي صح ومن اللي ضايع ابتدينا حليم وسالم صوتي مش عادي يا عين لا تدمعي يا عين لا تدمعي وسعيد يقعد معي لا تكذبي اني لرأيتكما معا يرارارا يا دمع العين بوزعي يا دمع العين نعم سعدودك اسلوب سعدودك واضحة باينة الفرحة في عيونك تنكزكي طبعا فرحة مرة شوف واضحة مفتك عاد من أرفع وجيبة جدا أقسم بالله راحة ما بعدها راحة يا سعدودك يا رجل قصدك معاش فيه يرفعني حوش المالية معاش فيه معاش نبي حوش صحباتي معاش فيه ولا حفلات دن. ولا لمات ولا زيارات سعدودك يا رجل باي فاش لاهية يتوه يا رجل لاهية في الأخبار أبنيها على التلفزيون 24 ساعة وأخبار وتتبع في الأخبار وقصد تشاري ها عليك راحة بتدير حزب حتى هي بيني وبينك ولا ما ناقص إلا هي يا رد دير حزب الدير مش حزب المهم انا هيك بتريح لا شيء لا جيب لا مشي لا جي فوق الريح الجو بس لو ما دير في خوك معروف يا راجل على الاقل حتى انا باش ها دير فيا معروف معروف شنو يا راجل خلي مرتك تمشي لي مرتي وتلهاها في حاجه تانية غير اللي لاهيه فيها هي توا مرتي مش لاهيه مرتي اه لاهيه يا سالم فيش لاهيه في الغرف تغرف تغرف من جيبي يا سالم وتسل في الفلوس وتلوح في الشارع تغرف يا سالم وتبدر في الشارع تغرف يا سالم وتشرطع يا سالم بلوزي بلوزي يا لا يا راس سبالك يا راس سبالك يا راجل عيب عيب يا سعيد راجل كبير وتبكي على فلوس يا راجل لا حول الله يا سعيد وفربي يا سعيد شمت انت هو يا دمع لا تذرفي يا عين لا تدمعي الناس عدوني معي شو تعا تعا تعودي عيني تعا صباح الخير مها كيف حالك؟ لا واتي يا حبيبتي واتي نص ساعة نلبس اكسسواراتي بس تمام كان تمام شن هرجع الصبح هذا شن الهرجة اللي كلها كاملك شن فيه؟ مانيش فاضيت لك يا سلومة ولا فاضية لهرجتك ها؟ كانك ما مرشك ايش الدين على الصبح يا شهد يا شهد ايه مها مش فاضيت لك يا سلومة اه حبيبتي ايه شوية شوية ونكون جاهزة ان شاء الله ان شاء الله مها تسمع فيه ولا ناكل ان شاء الله على الهواء يعني المايك مفتوح المايك صاحبتي ونكلم فيها وناخد في رأيها وانا نمضغ هكي سمعت سمعت صح بحياتي الخاصة بها حياتي الخاصة اللي بيها أنا سلومة نعم انفتح شوية وخلي عندك تفكير حضاري أه؟ العالم كله بدأ يتوى على الهواء مباشرة هذاك العالم يقعد على الهواء مباشرة أنا ما نقعدش عندي حاجة خاصة تدير فيني بروحي مسكينة سكر ولا تجي تدير كأنك وعلاش؟ لا لا ما دخلت تفضل ادعو صاحبتك عادي خذ رأيك معاه وتفهمي شنو؟ أي لا بنلبس القفطان عرفتي هذاك التركواز؟ ايه 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 اللي فيه لك حلا التركواز هذا شنو لونه يعني؟ ازرق خلطة مع اخضر يطلع لك تركواز وقولي تركواز ليش؟ عليك صباح عطيتها للجيران راه خلات الحاجة مدلة امس تومين
قال لك انت اعطيه للجيران يا سالم؟ قالت عندي لمه ما عندي لما قلت عندك فطون تركواز في الاخضر في الاكحل في البرتقالي. قلت لك يا عم تدلع خذي معي وعدي بصري معك بصري معك والله بصري معك الله رسم والله كذب والله قاعد والله ما عدد الحد ما عدد الحد بل انت فرح بنت خالك قدموه ولا كيف صار فيه يعني فرحكم قاعد في الصبح انتوا الافراح بتاعكم يا غريبين انتوا اقسم بالله عيله غريبه انتوا قسم بالله شنو يعني الفرح بتاعكم شنو كان شنو اسلو ما انت ما تشجعش فيا راه والله ما تعطيش فيا في معنويات معنويات على سبب فرح بنت خالتك يعني في واحد يعطي معنويات الفرح يا عيني على البال لو هذا وين الجو وحلو هذه معنويات يخشنك الاولمبياد مش فرح بنت خالتك منك ومن بصارتك يا سلومه اصلا انا مش ماشيه العرس ما اتفق انا وصاحباتي نفتحوا جريده وما قاعده انا فيها صحفيه قامت توا لا ما تدوريش هذا سلومه عرس سلومه ابو بدر قاعد عندك في الحوش انا وبشو اللغز هذا والله ما فهمت انك قسم بالله يعني انتك ايش دخل الزينه في الصحافه يا بنت الناس قاعد لك والله ماني متحرك اوريك ما تجيش يا سلومه غير افهمني انا مش ديما باش نقعد ربه بيت بصراحه ونقعد مدرس انا انسان عندي طموح ثاني زيك تبان ببان ما عنديش مشكله في طموحك والله طموحك هذا شيء يعني لكن الجنزاري هذا والصحافه ما خشنش راسي بصراحه يعني ضروري منها الصحافه هيك ضروري يعني عطور والجو هذا والله ما نظنش يعني مش عارف كيف يا سلومه يا سلومه انت النهار كله مقابل التلفزيون تو ما تشبحش فيهم المذيعات ما تحقش فيهم شي لابسين شي مدايرين شي حاطين تبات وانت من هذا كله ما زقبتيش على الدبش اللي لبساته هن على المكياج اللي دارت يعني شوفي ثقافتهن شوفي كيف يقدمن على الاقل ما يقولن السمس ولا زازيره ولا عزوز والله ما يقولن فيها يا سلومه اللي عندي انا ما عندكش قصدي الاسرار والمتابره والمتابعه عندي ما عندكش لا خلاص خلاص بابا هاي باي يا سلومه هاي باي يا سلومه كيف هاي باي يا سلومه ما تجيش هاي باي يا سلومه حطيني نفطر توي انسى قاعد ببطل الرسمي انا طيبة ايه 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 انا جيت للمكان اللي فيه الانتشار لمني شكلهم كلهم منتشرين فيش حد قبلني ايه لا 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 بناخد منهم يمكن تاع شوية تحقيقات وبنسألهم علاش او شن يحسوا لما هم داروا انتشار امني تمام تمام اوكي حبيبة ماشي هذا سلومه الو وين قاعده انت توا وين قاعده تقرب تاكلني شو تبي يا سلومه شو تبي قاعده ندير تحقيق يعني شنو وين مشيت انا تبي كيف تطلع وسايبيني بلا فطور كيف تطلع باه وسايبيني بلا غدا وسايبيني بلا انت جعان انا جعان بناكل دير حتى جبنه بالخبزه جبنه تونا نكلم فيك عشان بدري لي خبزه وجبنه وفستق زيت افطري لي جو افطري لي جو قسما بالله انت لا في ارقى مطعم والله نفطر ونتغدى وانت عاجه 37 مليون مره سلومه ما تنسانيش سلومه حتى انا قاعده جعانه ماني جايب لا 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 لا
وين قاعد انت تو؟ قاعد في المطعم. حسبتني معاك. عقب لك. حتى انا قاعده ما تغديتش. ان شاء الله خير. المهم سايبين لي جو بتاع التحقيقات وفصل الزيت الدكتوريه. لا لا انا سيبته يا سلوم، انا تو في القسم الاقتصادي. المهم حصلتين في برنامج سعد ولا لا؟ لا لا سعد تقول له يجيب صاحب الكافي ويجي معاه. يجوني الجريده. ايه حصلتين ما قشر. هاي باي باي، عندي عمل. عندك عمل؟ ها؟ توكلي. اذا شو كملنا خمسة وخلاص انا ورجع. يلا حق. السلام عليكم اخوي، احنا بنجيب معاكم سبق صحفي، يعني طبعا صحفيه ونبغى ننقل موضوعكم كله بشفافيه للمواطن باش يعرف. علاش غليتوا في حكه الحليب خليطها بجنيه وربع؟ لا بلاش بفعل باقي قصدي يعني بنخدم معاكم ونعطي. لا لا ما جوز. عندك 1880 15 ناحية منهم 32 طبعا. سلومة كيف صار؟ مش تبي تقشر ووفريات ومستعجل ودير جو، شن فيه بالضبط يعني؟ لا لا فوت الموضوع. تفوت يا راجل الفلوس شوية، النبي هذا مبلغ تتكلم عليه يا سالم يا راجل. كيف صار يا استاذ؟ مش متفقين نحن على المواضيع ذي كلهم بنقشر مع بعضنا؟ بنقشر دقيقة بس خرج على التليفون ونشوف انا. الو يا بطل شو الأمور؟ باهي تام الدواء كويس. ايه صحيح. نفرح وين نسيب يجيني يزهى الخاطر تفرح عيني. نفرح وين نسيب يجيني يزهى الخاطر تفرح عيني. نفرح وين نسيب يجيني الخاطر. اوه يا نور يا ابو نسيب نور. اريت يا حبيب على خاطر صورة مربعة صغيرة. ايوه وفي الواجهة. ايوه 400 دينار يا حبوب. نمشي الولية ونتفقوا على السعر كله خلاص تم. ولية شيني تعال هنا يا راجل. ما قلت لك شيني ولا شيني. لا والله قلت حتى انا للمرأة صحيفة. قلت لها صحيفة. صحيفة؟ نعم. يعني انا ما صارش منا موضوع معاكم. يعني انا هيك طلعت اوتو. لا مش اوت لكن قاعد صاحبي. تدوش تدوش سلم. انتهى الموضوع بيني وبينك. سالم يا الراجل قتلنا يا سالم. هذا ميلاد. شو اسمها هذه؟ شو اسمها؟ اسمها تورتة يا سلمى. اسمها تورتة. تورتة؟ مم. أحسن حاجة بتلاقيها في حياتك. قسما بالله قعدتي صحفية. والله جو مو عادي قسم بالله. كيف صار؟ ما هو كلامك الأول. ما هو ملامك الأول. ولا غير اللي مي سيبت التحقيقات يا سلمى وشدت صفحة المرأة. قسم بالله جنة وفيها كعك. فكيني من التحقيقات ونهار السود. فكيني خلينا في جو. تو أنت مثالك غريبة يا سلمى. تو من الحلويات اللي ندير فيها كلها ما حفظتش إلا كعك. أحسن حاجة دير في أمي قسم بالله بالحليب مو عادي. أصلاً يا سلومة أنا اللي زعلني فرحك، لكن شوف شو بندير لك. ركز معي شو بندير لك. ها عليش الحقد هذا؟ عليش الحقد؟ عليش كهنش كانش بدير أمك؟ لا أمك لا أمك لا. مش أمك مها. كيف حالك حبيبتي؟ شن خبرك؟ اسمع حبيبتي أنا نعلن انسحابي بصراحة من الجريدة. عليشك يا عليش يا مكارة عليش ضريني هيك ضريني يا راه. بالسلامة. عليش عليشك عليش دوا انضرك ما تخسر كيلوين يا سلومة انت. هذا علاش انضرك؟ خديجة خديجة اكيد كلمتها معها اكيد تبت تردك للجريدة ولها عاكا. مانيش كيف مانيش خلاص انا اعلنت انسحابي يا سلومة. اعلنت انسحابك؟ يعني مكر يا مكر مكر يا عيه والله يا عيه هذا مكر لي عيه تو انت ليك ساعة تاكل تو اطلع عيه. لا لا نقعد هنا ربة بيت ومدرسة احسن لي. لا خلص انسحابي يعني انسحابي هي كلمة واحدة مش كلمتين. تعبانة
انت ناقص غير تاكلني. صوتي مش عادي.